الأول قبل أي حاجة تعالوا نفهم يعني إيه ري ويعني إيه سامبلز ويعني إيه ريدرز. لو إحنا وقفنا الـ IPR مؤقتا وسحبنا دي كده وطلعنا من السين دي ورحنا للـ Perspective View ورجعنا لورا بالشكل ده كده، تعالوا كده بس مبدئيا أو مؤقتا تعالوا نطفي المين لايت لان هو اقوى لايت في السين، ونطفي الفيل. يمكن هسيب التوب لايت. انا عندي الاول الكاميرا اللي في السين كده كده. اي برنامج يعني اي برنامج 3D في الدنيا هو كده كده بيعمل لك كرييت لكاميرا اوتوماتيك اللي هو البرسبكتيف فيو بتاعك، لكن احنا بنتكلم على الكاميرا بتاعتنا. الكاميرا بتاعتنا علشان تشوف الاوبجكت ده تمام، هي الكاميرا تقدر تعتبرها في ال 3D عبارة عن لايت، يعني اتعامل معاها لما بتشوف الاوبجكتس تمام، اتعامل معاها على اعتبار ان هي لايت. فاحنا هنقول ان الكاميرا بتاعتي دي عشان تشوف الاوبجكت هي بتبعت من هنا تمام حاجة اسمها ري. الري ده بيروح بيخبط في الاوبجكت، بيعمل على الاوبجكت هنا، لو خدنا كولر بس تاني بيعمل هنا على الاوبجكت حاجة بنسميها سامبلز. السامبلز دي ما بتروحش كده تاني، لا السامبلز دي بتطلع في هيئة حاجة بنسميها الهيمسفير، يعني بتطلع بيطلع منها كده وبيطلع كده وبيطلع كده وكده وكده وكده، فدي احنا بنسميها السامبلز. اذا الري بيطلع من الكاميرا، يبقى احنا لو احنا جينا عشان نبقى موضحين الدنيا هنا، لو احنا قلنا ان ده هيبقى عبارة عن الري، اذا هتبقى دي عبارة عن اللي هي السامبلز تمام. دي هتبقى عبارة عن السامبلز. طب كده جميل قوي. الكلام ده كله بيقول لي ايه؟ الكلام ده كله بيقول لي ان لو الكاميرا خلاص ما طلعش منها اشعة كفاية انها ترجع لي التفاصيل الاوبجكت، الاوبجكت ده فيه شوية تفاصيل كتير، فيه هنا تفصيلة، فيه هنا تفاصيل، فيه هنا نحت، فيه هنا حتت ضيقة، لو الريز دي ما هياش كافية ان هي ترجع بالتفاصيل دي كلها للكاميرا، هيرجع لك الاوبجكت عشان نبقى برضو عارفين، هيرجع للاوبجكت بحاجة اسمها جاجد ايدجز. يعني ايه جاجد ايدجز؟ يعني هيرجع بالايدجز عاملة بالمنظر اللي احنا بنسميه الزجزجة دي، هترجع خلاص لو الريز راجعة بالناقص، او الريز راجعة مش السامبلز راجعة مش كفاية تمام. هو ده اللي بيحصل. اذا لما الاقي عندي في الريندر عيب جاي من الاوبجكت، هو اصلا كده زي ما انتم شايفين التفاصيل عامله ازاي، فينا زجزجه وفينا ليه، ما هو البرسبكتيف فيو اصلا الانتي اليس فيه ضعيف، هو ده اللي بنسميه بقى الانتي اليس تمام. فنسيبنا بقى من المفهوم بتاع ايه ارفع البتاع دي تطلع الصوره حلوه، لا افهم انت بترفع ايه، لان في الريندررز اللي زي الارنولد او الريندررز زي البيري او الكلام ده كله، لو انت مش عارف البارامتر اللي انت بترفعه ده هيعمل ايه وبيأثر فين، هتلاقي نفسك بتاخد وقت رندر رهيب جدا، ممكن تطلع نفس اعلى من الكواليتي اللي انت طلعته وفي اقل من ربع الوقت، بسبب بس انك انت فاهم الكلام اللي انا عمال ادش فيه دلوقتي ده تمام. كده خلصنا من الري وعرفنا ان الري بيطلع بيرجع للكاميرا عبارة عن سامبلز. نفس المفهوم ده على اللايت، نفس القصة، اللايت نفس الموضوع، بيخبط بيطلع ريز، الريز بترجع بس ما بترجعش هي اللايت بقى تمام. الريز بيحصل لها دي كده الريز اللي جاية من الكاميرا. طب الريز اللي جاية من اللايت دي ظروفها ايه تمام؟ الريز اللي جاية من اللايت مش زي الكاميرا، مختلفة شوية عن الكاميرا، بمعنى انه احنا لو احنا جينا نروح كده، بس نرجع الماوس، لو جينا نروح كده عشان نجيب لايت، اللايت اللي فوق ده. طب اللايت اللي فوق ده بقى ظروفه ايه؟ هو زي الكاميرا؟ لا مش زي الكاميرا خلاص. اللايت ده بقى دنيته عامله ازاي؟ اللايت ده بيقوم جاي باعت جمهر ابيض تمام، بيقوم جاي باعت، بيقوم جاي باعت من هنا
بيبعت زي ما احنا متعودين، تمام، هيبعت ري. الري ده بقى لما بيخبط هنا، تمام، مش بنسميه سامبل، بنسميه باونس. ليه باونس؟ لان الري ده لما بيخبط هنا ما بيرتدش في هيئه، يعني ما بيطلعش، مش بيطلع في هيئه هيمسفيره بس، لا ده بيطلع كمان في هيئه حاجه اسمها الباونس. بيخبط هنا، يخبط هنا، يخبط هنا، تمام، ويخبط هنا وهكذا. طب الباونسز دي هل هي بتخبط وتبقى انفينيتي، يعني هي بتخبط وخلاص؟ لا ما بتخبطش وخلاص. لما بتخبط ليه الري ده لما بيخبط هنا ويرجع ده يخبط هنا ويرجع ده يخبط هنا ويرجع ده يخبط هنا، تمام، ده اللي بيرجع، كل خبطه من دي بترجع بسامبلز، تمام، وعلى اساس السامبلز دي تاخد كواليتي الاضاءه. لو السامبلز دي كافيه للجي اي انه يحسبها، وكافيه للكاميرا انها تحسبها، وكافيه للانجن نفسه ان هو يحسبها، هتاخد رندر كويس. اما لو كان الكلام ده مش كافي، تمام، الكاميرا هتاخد منها نويز، واللايت هتاخد منها حاجه بنسميها البلوتشز. يعني ايه البلوتشز؟ يعني لما انت بتيجي تبص على السين بتاعتك بتلاقي فيها حتت غامقه، وبتلاقي فيها حتت تانية فاتحه، وبتلاقي فيها حتت تانية غامقه، وهكذا. تلاقي الارض بتاعك او الجسم بتاعك او الرندر بتاعك زي ما يكون عليه زي لطعه كده. هي دي السامبلز، وهي دي الريز، وهي دي الباونس. على اساس بقى المفاهيم اللي انا قلتها دي هنتكلم على السامبلز في الارنولد. بس اهم حاجه نكون فهمنا يعني ايه المصطلحات اللي انا اتكلمت بيها دي، لان لما هتكلم حالا انا مش هتكلم بالعربي زي ما اتكلمت دلوقتي، الكلام كله بالمصطلح. طيب اول حاجه تعالوا نشوف ايه هي الاول المصادر اللي بيجي لي منها المشاكل، تمام. اولا عندي حاجه زي دي، المشاكل هتجي لي منين؟ المشاكل هتجي لي من الريفليكشن، الانعكاسات دي اللي هي هنا بنسميها سبيكولر، هو لاحم السبيكولر والريفليكشن مع بعض. هتجي لي المشاكل من اللايتس، لو اللايتس ما بتبعتش سامبلز كفايه. هتجي لي المشاكل من الكاميرا، هتجي لي المشاكل من الروفنس اللي هي البلر اللي على الاوبجكت ده بنسميه روفنس. هتجي لي المشاكل من حاجات تانية احنا مش هنشوفها دلوقتي، عفوا، اللي هي الديبث اوف فيلد والموشن بلر. احنا مش هنشوف ده دلوقتي. اخر مصدر للمشاكل الجي اي اللي هو جلوبال الومنيشن. طب الكلام ده احنا عشان نعرف بالظبط المشكله جايه منين هنتست الكلام ده ازاي؟ هتروح الاول من ريندر سيت اب، هتروح لارنولد ريندرر، ومنه حاجه اسمها اي او فيز. اي او فيز هي المكافاه ل الريندر اليمنتس في اي ريندر انجن تاني. كل ريندر انجن بيبقى له المسميات بتاعته. الاي او فيز دي في العادي بنستخدمها للكومبوزيتنج، لكن احنا حالا هنستخدمها عشان نحدد مصدر المشكله جاي منين. هروح للاي او فيز. في الاي او فيز هحط عندي حاجه اسمها دبل كليك على طول، ديفيوز دايركت، ديفيوز ان دايركت. عندي بعد كده سبيكولر دايركت وسبيكولر indirect. دول بنتكلم في اللايت والجي اي، ودول بنتكلم في الريفليكشن، تمام، وبنتكلم في السبيكولر. وعندي بعد كده الشادو راح فين؟ راح فين؟ تمام. عندي بعد كده راح فين؟ فين شادو 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 مات؟ لا افتكر هيطلع مع الديفيوز دايركت، افتكر هيطلع مع الديفيوز دايركت، تمام. الشادو مات ما عنديش حاجه اسمها شادو مات. هي دي اللي انا هحكم فيها على المشاكل بتجي لي منين. طبعا لو انا عندي لايت انا عامل له فوليوم، تمام، او عامل له فوليوم،
انا بطلع الفوليوم دايركت والفوليوم اندايركت. تمام، لو عندي جلاس بطلع ترانسميشن دايركت وترانسميشن اندايركت. تمام، وهكذا في بقيه السيز. لكن انا هكتفي بدول وتعالوا نقفل. دول هيظهروا فين؟ دول بيظهروا هنا في ديسبلاي، بتلاقيهم ظهروا قدامك هنا. خلاص، طيب الاول فين السامبلز اصلا؟ هروح رندر سيتنج سيستم، من سيستم اروح لمين، هي دي السامبلز. تعالوا بقى كده لما نغير عشان نشوف الدنيا قدامنا هتبقى ماشيه عامله ازاي. نشيل، جميل، هنا عندي ديفيوز سبيكولر ترانسميشن اس 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 وفوليوم اندايركت. الديفيوز طبعا ده هيتحسب منه اللايتنج، وهيتحسب منه اس جي اي والشادو. السبيكولر هيتحسب منه ريفليكشن. ترانسميشن هيتحسب، ما عنديش هنا ترانسميشن، ده المفروض يتحسب منه الترانسبيرنسي او لو في ازاز. اس 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 اللي هي سب سيرفيس سكاترنج، لو عندي خامه زي العاج الشمع الرخام هنجيله. فوليوم اندايركت، لو عندي حاجه زي الفوج الضباب او الدخان برضه هنجيله. فكل حاجه من دي بنسميها السامبلنج، وهنا بنسمي حاجه اسمها الريدرز. الاول تعالوا كده نرجع الكاميرا، او هرجع كل دول بصفر 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 بصفر، واشغل الاي بي ار. ده الطبيعي. خلاص، شوفوا دي كاميرا بنسميها كاميرا AA اللي هي الانتي الياس. ارجع كده بصفر، المفروض انها تدي اسود. انا عايز افتح اللايتس تاني معلش. تمام، وهي فعلا احنا مش شايفين اي حاجه خالص. تمام، تخص او تفاصيل تخص الاوبجكت. لو احنا علينا دي لواحد، تمام، هنلاقي ان الدنيا بدات سنه. بس الاول تعالوا كده نروح لبدل البيوتي، هروح لديفيوز دايركت. شوفوا حاجات جايه وحاجات لا. تمام، لو رحنا لديفيوز ان دايركت، ما عنديش، معنى انا ما عنديش الكاميرا مش شايفه حاجه. تمام، هروح للسبيكولر دايركت زي ما انتم شايفين، هروح للسبيكولر ان دايركت، ما عنديش الكاميرا، في حاجات الكاميرا مش شايفاها اصلا. طيب تعالوا نرجع للبيوتي مره ثانيه، وناخد الكاميرا AA نعليها لكمان واحده او لتلاتة. ارجع هنا ديفيوز دايركت، في حاجات مش جايه، خلي بالك الديفيوز عندك بصفر. ان دايركت مفيش، سبيكولر ان دايركت برضو مفيش، معنى ان مفيش، ان مفيش جي اي اصلا. تمام، طيب هروح للديفيوز وخلي الديفيوز ب1، وهخلي سبيكولر ب1 اهو. بدات اخد حاجه، بس انا عندي نويز. طب النويز دي بقى جايه منين؟ خلاص، لو انا رحت هنا ورحت للديفيوز ان دايركت، ما شاء الله كميه نويز زي الفل. معنى ان انا عندي في الديفيوز ان دايركت نويز، ان انا محتاج اروح ارفع القيمه دي. تمام، في نقطة بس مهمة عايزين نشتغل عليها، اللايت نفسها، اللايتس دول نفسهم. لو رحنا لمين، في هنا في اللايت حاجة اسمها السامبلز. سامبلز، خلي السامبلز بتاع اللايت 3 أو 4 5، يعني خليها مثلا في حدود 3 أو 4 عشان نبقى اللايت مش حاملين همه، نبقى ضامنين إن هو مطلع سامبلز كويسة، ويبقى شغلنا كله من الريندر إنجن نفسه. تمام، يمكن انا اخلي ده باربعه عشان اخد ريندر كيو. خلي بالك من نقطه مهمه قوي، ان السامبلز ما بتحسبش باربعه، السامبلز بتحسب الرقم ده تربيع، يعني الاربعه دي 16. جميل، نرجع هنا، ده الديفيوز ان دايركت. طب الديفيوز دايركت ظروفه ايه؟ ولا لا، هو الراجل يعني ابن حلال ونضيف وزي الفل.
انا شغلتي هنا مع حتى السبيكولر ان دايركت. تمام، برضو في نويز، بس خلينا الاول نصلح الديفيوز ان دايركت. تمام، هروح للديفيوز ان دايركت واقوم طالع واحده كمان. تمام، نستنى كده نشوف لما يعمل السامبلينج والريندرينج ونشوف الدنيا فيها ايه. اهو بدأت اخد يعني سنة بسنة هبدأ اخد كلين. لسه في شوية شوية نويز، افتكر هنرفع كمان واحدة. ونشوف طبعا من 3 ل 4، يعني انت بتتكلم من 9 ل 16، وفعلا خدنا كلين. بدأنا ناخد اهو هنا هنا، افتكر هنا ما عادش فيه نزول. اللي ما هو لسه هنا، طالما الكالر عندك اصبح صافي قوي كده، هنا بقى نبدأ نتكلم في السبيكولر ان دايركت. طبعا ده الريفليكشن واضح جدا ان هو مش كويس، لان هنا الريفليكشنز اصلا كمان مش ظاهره، يعني الاوبجكتس مش شايفه بعضها كويس اساسا. تمام، فهنستنى كده شويه لغايه ما نشوف وهنلاقي نويزز. افتكر واضحه 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 جدا كمان يعني. فانا اروح للسبيكلر هنا واقوم رافع الاثنين. طبعا كده انا رفعت الاربعه، كل ما ارفع يعني سنه كمان هلاقي الدنيا هنا في الحته دي تحديدا كمان بدات ان هي تبقى كويسه، وبدات الريفليكشنز ما تبقاش كده، شوفوا معالمها مش واضحه، كان انت مش عارف تحدد الايدج دي من الايدج دي. كل ده بسبب النويز. شوفوا بدات توضح ازاي، شايفين بدات يعني هنا المفروض يبقى فيه سبيكولر ما كانش موجود، ليه؟ ما كانش فيه سامبلز كفايه انها تحسبها. هنا نفس الموضوع، هنلاقي الايدجز دي بدأت تاخد الحدة بتاعتها، وبدأت تاخد الريفليكشن الصح بتاعها، وبدأ ياخد السبيكولر الصح بتاعه. هاي بدأت سنة كمان، بس افتكر ان هو لسه عايز سنة، لان هنا انا شايف ان لسه في زجزجة، لسه في شوية تشوه مش تمام. هنا نفس الموضوع في الحتت الضيقة دي. تمام، هنشوف لما يعديها، بس هنا واضحة قوي في حته، يعني احنا لو عملنا زوم اهي شايفين لسه هنا فيه ولسه هنا فيه. لو طلعنا فوق لسه هنا فيه. طيب خلينا على ده واقوم رافع السبيكولر واحده كمان. تمام، هلاقي على فكره ده لما بيترفع بتلاقي الريفليكشن بتاعك بقى شكله حلو والسبيكولر بقى شكله حلو. يعني لو في ايدج فيها لايت متصل المفروض يبقى فيها لمعه لايت كده، هتلاقي لمعه اللايت دي مقطعه. ليه؟ مفيش سامبلز كفايه انها تحسب الريفليكشن ده. فانا هرجع ل 100 واستنى لما يخلص. زي ما احنا شايفين الدنيا بقت ديفايند احسن، وبقت الايدجز عندي كويسه، ما عادش عندي نويز في الحتت الضيقه دي. طب الترانسميشن هنا مش محتاجه، الاس اس اس مش محتاجه، الفوليوم اندايركت مش محتاجه، ما عنديش اي خامه، ما عنديش اي حاجه هنا بتستخدم الكلام ده خالص. اذا انا وفرت كمان على نفسي حسابات زياده. الحاجه الثانيه هرجع لل الديفيوز دايركت ده، انا برجع له ليه؟ برجع له عشان اشوف الاوبجكت مظبوط ولا لا، برجع عشان اشوف الاوبجكت فيه حواف مش مظبوطه ولا لا. تمام، ده الهدف ان انا برجع للاوبجكت ده. هتقولي طب دول اسود ليه؟ دول اسود لان الكالر او الماتيريال اللي انا حاططها هي ميتال، الميتال الديفيوز بتاعها اسود، فانا كده كده حاططها، انا كده كده عامل لونها اصلا اسود. بس كده الاوبجكت جاي تمام، مفيش فيه اي ايدجز فيها زجزجه ولا فيها تشويه، والتفاصيل جايه بشكل كويس قوي. في المحاضره اللي جايه ان شاء الله هتتكلم على الريدبت.